هلو يا جميلاتي، انا نجود، رجعت لكم في فيديو جديد. بما ان احنا في الصيف الحين، يعني في سفرات كثيره، البلدان حاره والبلدان بارده. كلنا نعتقد ان احنا عارفين وش ترتيبات السفر: ملابس، شنط، احذيه الله يكرمكم، او نرتب جوازات، نجهز امور الفندق، وهي الاشياء كلها من ترتيبات السفر. لكن في شغله مهمه كثير 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 ننساها، بس انا احب دائما اذكر في الاشياء اللي دائما كلنا ننساها. دائما ننسى نهتم في بشرتنا. لما نحلق في الطياره يكون في كثير جفاف على البشره. اعرف لما نسافر دائما نقلل الميك اب، اذا كانت سفره صيف يعني وعائليه وكذا. اذا كانت سفره شغل يزيد الميك اب. في كل الحالات البشره تعبانه تعبانه تعبانه. عشان كذا اليوم انا راح اوريكم عنايتي في بشرتي ما قبل السفر، من قبل ما اسافر، شلون اهتم فيها، شلون اجهزها انها رايحه تنصدم اذا كان شمس وحر او اذا كان برد. فتعالوا معي يا جميلات وخلوني اوريكم عنايتي بشرتي. هي بسيطه وخفيفه، كل واحده تختلف عن الثانيه. مش معناته اللي انا اسويه هو الصح، ومش معناته اللي انت تسويه هو الغلط. كل واحده على حسب بشرتها. انا راح اوريكم شلون اهتم في بشرتي ما قبل السفر. بس ما ادعك كثير الوجه عشان ما يتعور، البشره ما تتاثر. كلنا لنا غسول خاص بالوجه، كل وحده على حسب اللي هي تحبه. انا طبعا السيلودر الحين راح استخدم غسول الوجه حقي اللي راح افرك فيه وجهي واسوي له مساج بنفس الوقت، لان ريحته مو عاديه. ريحته عجيبه، خليني افتح لكم اياها اوريكمها. تشوفونها زي الزبده، ريحته عجيبه. المهم راح الحين اغسل وجهي عدل عدل. انتهينا من الميك اب كليا، بغض النظر عن وجهي. المهم الحين راح نشتغل على تجليد البشره وعلى حط الكريم الجميل. ثاني خطوه راح احط الماسك، ترى بس راح احط معاهم الكريم حقهم. اوكي راح احط اول شيء. اوكي لازم 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 تحت العين، وانا كثير تحت العين عندي تعبان كثير كذا على السوداد، على اسمرار، لاني دائما على الجوال، فطبيعي هالمشاكل راح تطلع معي. اهم شيء وانتم تعتنون بشرتكم تكونون كذا سعيدين من داخلكم، تشغلون الموسيقى اللي انتم تحبونها، تسوون اشياء جميله عشان ما تملون، تحسونكم انتم بتخلصون بسرعه، وتحسون هالشيء ثقيل عليكم. تقدرون تاخذونها معاكم في الطياره، على فكره كثير صغيره، كثير صغيره، بالذات في الطياره. انا في الطياره يمكن علبه كريم كامله اخلصها، احس جفاف بالذات الي، وانا عندي عقده. لازم ايدي اغسلها مليون مره في اليوم، هاي الصراحه. انتهينا من الماسك العين، الحين راح ندلك شوي. دلعوا نفسكم بنات، اهم شيء العنايه بالبشره عشان نتخلص من الميك اب. نخلي الميك اب بس للمناسبات او للتصوير. انا الميك اب بالنسبه لي بس للتصوير. اي حد يشوفني برا في المول او اي شيء يقولون اوبس انجود، ما انت حاطه ميك اب بس بشرتك حلوه وما اعرف ايش. استانس طبعا، اكيد كل البنات يستانسون على هالشيء، لانه انا كثير كثير اهتم ببشرتي. طبعا بس اهتمامات بسيطه، ثلج وماي وهي الاشياء وماسكات. اوكي بعد ما خلصنا الماسك تحت العين يا جميلات، الحين راح عليكم باقي شغلة مهمة. سيروم ادفانس نايت ريبير لازم تستخدمونه يوميا. نفسي يوميا استخدمه صبح وليل ومع الفونديشن. انا كثير قليل، مش كثير قليل، احط فونديشن لاني ما احب الميك اب كثير، فهالشيء يعطي طبقة حماية على البشرة. على فكرة هو فكرة انكم تسوون قلب اثنين وبعدين على رقبتكم، بس انا مع حجابي صار كله على الحجاب، يعطي طبقة حماية وانتعاش مو طبيعي. رجعت
لكم بعد ما شفتوا عنايتي في بشرتي، ان شاء الله تكونوا حبيتوها. ما اعرف طريقه العنايه بالبشره اللي انتم تسوونها تختلف، لازم تسوون هالشيء قبل السفر، تهيئون بشرتكم انها بتروح مكان مختلف. تستخدمون نفس المنتجات اللي انا استخدمتها، اكتبوا لي اياها تحت، اكتبوا شو استفدتوا منها واللي ما استفدتوا منها. راح اوريكم طبعا انا استخدمتها، هذه بعضها طبعا، في اشياء توحيد اللون لانه التصبغات اللي تصير من الشمس ومن اشعه الشمس. راح اتكلم لكم عن هذا السيروم، ما اعرف اذا شرحته كثير عدل وفهمتوه علي او لا. هالسيروم كثير عجيب، اول سيروم من استيلودر لو في العالم كله، اول سيروم، اول واحد تكون علبته كذا بنيه. واهم شيء عاجبني ان اسمه هنا انجود مكتوب عليه. طبعا السيروم ما له وقت محدد، نفس ما شفتوا انا حطيته بعد ما غسلت وجهي ونظفت وجهي عدل، استخدمه قبل النوم مع الفونديشن اذا استخدم فونديشن احيانا، مش دائما بس وقت التصوير، وفي كل وقت وزمان يحميها من اشعه الشمس، يعطيكم كذا انتعاش ويعطي طبقه على البشره للحمايه. بس والله سيروم استيلودر العجيب صديقي هذه الفتره كلها، صار لي شهرين الحين وانا استخدم استيلودر. سيروم استيلودر اسمه Advanced Night Repair، للي حابين يستخدمونه أو يجربونه اقروا عنه كثير. دائما قبل ما تستخدمون أي شيء روحوا واقروا عنه كثير كثير كثير، عشان ما تسمعوا مني كلام ومن غير كلام في النهاية ما تستفيدون، لكن لما تقرون راح تتأكدون. والتجربة الأولى خير برهان، صراحة تجربة عجيبة. وصلنا نهاية الفيديو، استمتعت معاكم وريتكم عنايتي ببشرتي، إن شاء الله تكونوا حبيتوها. فيديو جديد علي، دائما كنت أقول أبغى أسوي فيديو عنايتي ببشرتي، لكن هالمرة سويت لكم إياها عشان تستفيدون قبل السفر. أوكي، إن شاء الله تكونوا حبيتوها، أحبكم كثير، إلى اللقاء يا جميلة.